السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم شوية عن موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حصل فيه طفرة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، لأنه أصبح الناس ممكن تستخدمه من غير ما تكتب أكواد ولا برمجة ولا أي حاجة خالص، وكان بداية مع شات جي بي تي. طيب شات جي بي تي وبعد كده جوجل بارد وأمثالهم من النماذج اللغوية الضخمة، كأن عندك إنشتاين في البيت، ألبرت أينشتاين موجود معاك. فأنت لو عندك أي سؤال بتسأله له وهو يبدأ إن هو يجاوب معاك. يعني أصبح في قوة خارقة موجودة معاك، تقدر إن أنت تستخدمها بشكل حلو أو تخاف إن أنت تستخدمها وترميها، أو إن أنت تستخدمها بشكل خاطئ. خلاص دي تولز موجودة معاك زي السكينة، تقدر تستخدمها زي ما أنت عايز. فممكن تسأله، يعني أنت ممكن مثلا أنت مش عارف إيه هو الذكاء الاصطناعي، تفتح مثلا شات جي بي تي أو جوجل بارد أو أي حاجة تانية وتسأله ايه هو الذكاء الاصطناعي، فتلاقيه جاوبك قال لك ان الكمبيوتر هيفكر ويساعدك والحاجات دي كلها. طيب خلينا ناخد كده شات، يعني بدردش معاه. فبداية لازم تعتقد ان هو صديق ليك، فلو الاجابة طلعت غلط ما ترمهوش، لا قول له لا انا ما اقصدش كذا، انا اقصد كذا. تديله تفاصيل اكتر وانت بتديله التكست بتاعك او البرومبت بتاعك، تقول له مثلا انا عملت كذا 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 وبفكر اعمل كذا، انا عندي مثلا فكره مشروع والتفصيل بتاعته كذا كذا كذا. ابدا دردش معاه، ولو اداك نتيجه مش مقتنع بيها قول له لا انت ما فهمتش قصدي، انا هشرحها لك تاني. جي بي تي جنريتيف، هو بيبدا ينشئ حاجات جديده، تمام، ما بياخدش كوبي بيست من موقع تاني. بري تريند يعني اتدرب كتير قوي، تمام. ترانسفورمر دي لان هم كانوا معتمدين على تكنولوجيا كانت جوجل عاملاها، فهو قوه خارقه موجوده لما تستخدمها بشكل حلو، لما تخاف منها ابدا ان انت استخدمها في المجال بتاعك. انا استخدمتها في الشغل بتاعي وفادتني كتير قوي ووفرت عليا وقت كتير قوي. طيب تعالى كده نبص على البروبت. ممكن اقول له اديني اجنده للاسبوع دوت، خلاص هيديك اجنده، بس هل الاجنده دي مناسبه ليك ولا مش مناسبه ليك؟ لازم تقول له بقى طب خلي بالك انا عايز اجنده بتاعت الاسبوع دوت، وانا عندي ميعاد كذا وعندي ميعاد كذا، وانا كل يوم مثلا بروح اعمل كذا و و والحاجات دي كلها، تمام. فلو انت قلت له الكلام ده هيديك نتيجه كويسه. اقدر انا قلت له انا عايز نظام غذائي مثلا في الشهر اللي جاي، هو ما عرفش ان انا الشهر الجاي رمضان، فلا اقول له ان انا مسلم وفي شهر رمضان والحاجات دي كلها. مسلم خلاص هو عارف ايه الحاجات اللي انت بتاكلها وايه الحاجات اللي انت ما بتاكلهاش. تقدر تقول له انا عايز اجنده ويكون ايه فيها وقت للراحه، او ممكن اقول له اسالني الاسئله اللي تخليك تعمل اجنده بشكل كويس، تمام. يعني خليه هو يتفاعل معايا ونقعد ندردش مع بعض، امال هو ما مسميه شات ليه؟ طيب انت بتديله برومت وتبدا تعمل ابديت للبرومت، تمام. يعني ابدا شوف النتيجه، مش هي دي احسن حاجه، توقع ان انت تاخد منه نتيجه افضل لكن تساله بشكل افضل. تستخدمه في كل المجالات بتاعتك، سواء مهندس سواء مبرمج سواء دكتور سواء محامي، لكن في الاخير انت اللي مسؤول عن كل حاجه، ماشي. يعني انت هتساله عن مثلا في محامي، هتساله على القوانين فيبدا ان هو يجاوبك، وانت تفرغ ان انت تبقى فيه جزء الانساني مع الناس، تبدا تتكلم معاهم وتدردش معاهم. يعني بدل ما تقعد مثلا 5 ساعات على الكتب، هو جاب لك النتيجه وانت تقعد تدردش مع العميل بتاعك وتبدا تبقى فيه علاقات، فده هتبقى حاجه ممتازه جدا. من الحاجات الجميله الاخرى ان يبقى فيه حاجه خاصه بك انت، يعني ايه؟ يعني هو بعد فتره من التعامل مع بعض بيبقى هو فاهم انت بتفكر في ايه، وفاهم ان انت مثلا مسلم، فالنصائح اللي اديها لك ما يكونش مثلا انت تاكل لحم خنزير وحاجات زي كده. وفي حاجه اسمها اي بي اي، يعني تقدر تربط الموقع بتاعك بشات جي بي تي، فبدل ما بتعمل انت شات جي بي تي، شات جي بي تي ده صرف عليه مليارات، انت بتستفاد منه وبتصرف انت مثلا 200 300 جنيه ولا حاجه، مجرد ان انت بس بتخصص الواجهه، وممكن تشتري مثلا شات جي بي تي 4 او لاما او او او، فبتبقى في حاجه خاصه بك انت، منتج بتاعك انت. يعني ممكن الشركه بتاعتك تكون شركه مثلا حجز طيران، فتبدا ان انت تطوره، تعمل شات بوت خاص بالشركه بتاعتك يجاوب العملاء كلهم، وتستفاد من القوه الخارقه بتاعه البرت اينشتاين اللي موجود في البيسمنت عندك. وشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي في ناس بتتعامل معاه بطرق مختلفه، في ناس رافضه تماما، ده عمره ما هيعمل حاجه خالص، ده فاشل و ويتصيد ان هو ما عرفش يجاوب، جوز خالته ابويا تبقى تقرب لي ايه وحاجات زي كده. وفي ناس خايفه ان هو ياخد الشغل بتاعها، وفي ناس بتستعين بيه بشكل حلو جدا في الشغل، تمام. يعني بدل ما بنتج 5 حاجات ممكن اخلي انتج 6 و7 و8 من خلال ان هو بيساعدني،
هو مساعد ليا وليس مدير عليا، تمام؟ انسى ان هو يكون مدير عليك، لازم تخليه خادم عندك او صديق ليك، تمام؟ صديق ليك تقدر ان انت تساله اي اسئله وتجاوب عليها. طيب ليه في ناس خايفه من الذكاء الاصطناعي؟ لان ده الذكاء البشري ما بيتطورش خالص. احنا مقصرين، الذكاء الاصطناعي ما كانش موجود، ومره واحده في 80 اللي فات 80 سنه اللي فاتت كان بيتقدم بالراحه خالص، ومره واحده بوم. فهل هيستمر في البوم دي ولا بعد فتره يبدا يهدى؟ الجميل ان هو بدا في فكره الاوبن سورس. الاوبن سورس صعب التحكم فيه، هي دي الفكره. طيب كل النهضات اللي شهدتها البشريه من اكتشاف الحريق، النار والسيطره عليها، والزراعه والطباعه والطاقه البخاريه والتلغراف، كل الحاجات دي خدت وقت على ما تدخل في صناعه، لكن الذكاء الصناعي بيدخل بشكل قوي جدا. ففي حاجات كتيره ما كانش بيعملها من ايام، لكن دلوقتي بدا ان هو يعملها. زي مثلا لما تديله صوره زي دي، ان مثلا انا لو انا معلق بيضه في حبل وقطعت الحبل هيحصل لها ايه، هو فهم فكره الجاذبيه، وفهم فكره انها هتقع لتحت، وفهم افكار كتيره جدا ما كانتش موجوده قبل كده، انما هو بيتطور بشكل رهيب جدا. عشان كده في ناس كتير خايفه منه، لكن لو انت احنا بدانا نتعامل معاه هيبقى حاجه كويسه جدا، نديله الفرصه ونعتبره جزء من العيله. طيب ايه اللي ممكن نعمله؟ في حاجات كتير قوي، زي البرومت لتكست، يعني هديله برومت سؤال معين وهو يبدا يجاوب عليه بطلاقه. الا لو انت سالت سؤال عن اليهود واحتلال فلسطين وكده، هتلاقيه ايه، يقول لك لا يا عم انا ماليش دعوه بالكلام دوت، تمام؟ وفي برضه من الذكاء الاصطناعي ان هو يحول الصوت لكلام، او يحول التكست لصوت، ان انا اكتب له حاجات وهو يبدا ان هو يتكلم. او دلوقتي بقى ادي له تكست وهو يعمل لي فيديو كامل، يعني ممكن ادي له فكره فيلم مثلا هو يبدا يعمل الفيلم كله، وممكن ادي له صور وهو يدمجهم مع بعض، تمام؟ او ممكن ادي له صوره واقول له اوصف لي الصوره دي فيبدا ان هو يوصفها لي، تمام؟ ممكن ادي له صوره زي كده واقول له انا عايز استخبى، استخبى فين؟ فيبدا يقول لك على اماكن كتيره ممكن تستخبى فيها، جنب الحيطه، جنب الخريطه، تحت ورا الجيتار. في طبعا اجوبه غير منطقيه، لكن هو بيحاول ان هو يلعب معانا السغميه. فكره ان هو قدر يفهم حته الاستخباء والحاجات دي، دي حاجه كويسه جدا. ودلوقتي بقى في مودلز كتير قوي بالشات جي بي تي، عندنا جوجل بارد، عندنا لاما، عندنا حاجات كتيره، وكلهم بيختلفوا حسب السرعه، حسب الامكانيه بتاعته، حسب الابداع، حسب الانتجريتد. وكان موجود اصلا في شات جي بي تي اللي هو قبل ما ينزل الشات 4، كان في ممكن تعمل بلاي جراوند او تقعد تخش تلعب كده على جنب، تقدر تتحكم في العوامل دي، يعني عايز الاجابه تكون ابداعيه، لا انا عايز يلتزم باللي موجود، انا بتكلم في حاجه علميه ما ينفعش ان هو يبقى فيه تخيل، احنا بنتكلم في تاريخ ما ينفعش يبقى فيه. هل هو اوبن سورس ولا لا؟ هل هو مفتوح ان انا احمله ولا لا؟ وطبعا ده الجد بتاع الذكاء الاصطناعي القديم. خلي بالك ان شات جي بي تي 3.4 مختلف عن شات جي بي تي 4، يعني شات جي بي تي 3.5 مختلف عن شات جي بي تي 4، نقله كبيره جدا حصلت، تمام؟ فما بالك بقى بالحاجات التانيه المختلفه اللي معتمد على افكار مختلفه. طب ايه الفكره؟ الذكاء الاصطناعي بدا امتى؟ بدا يعني نقدر نقول في الحرب العالميه الثانيه، ماشي؟ الفكره ان هم ما كانوش عارفين ايه يخترعوا ايه، الكمبيوتر ده يبقى شكله ازاي، فبداوا يشتغلوا، كان من ضمنها ان هو يفك الشفره بتاعه الالمان. دلوقتي بقى اعتمد فكره ان احنا نحاول نقلد الخلايا البشريه بالتعقيدات بتاعتها، نيورال نتورك، ويبدا ان يبقى فيه كل خليه بيبقى فيها انبوت معين اكتر من حاجه، ويبدا ان هو يفهمها، ويبدا ان هو يديها قيمه، بحيث ان في الاخر يوصل للنتيجه ويقدر يفهم ايه ديت، هل دي قطه، هل دي كلب، هل دي، وهكذا. دي فكره الذكاء الاصطناعي ببساطه. ولسه البرت اينشتاين موجود، تقدر تقول له برمج لي، تقدر تقول له تسالني، ممكن تقول له، يعني من ضمن الحاجات اللي تخليك تعمل برومت كويس، قول له تخيل ان انت مهندس معماري ومطلوب منك ان انت تصمم فيلا لدكتور اسنان، قول لي افكار. فخلاص هو الاجوبه مش تبقى عامه، الاجوبه هتبقى متخصصه، كانك بتسال حد متخصص في العماره. ممكن تقول له انا عايز اعمل حفله معينه وانت مصمم حفلات، فجاوبني كانك انت مصمم حفلات، ما تجاوبنيش اجابه عامه، لا جاوبك واحد متخصص ودارس في الموضوع ده. فالبرت اينشتاين او ذكاء رهيب جدا موجود معاك، لا اما
تستغله لما حد تاني هيستغله وهيقدر ياخد شغل منك. يعني الحمد لله في الشركة عندنا بنعتمد الذكاء الصناعي، فده بيسهل علينا شغل البيم وشغل الإمارة.